غادي نسمعوا لابيل دو ستار اليوم. غادينا الصوت ديال رفيق بوبكر واتصلنا بواحد السيد. سمعوا اشنو بقى مع رفيق بوبكر. الو. لا باس الحمد لله. عافاك. كون معايا. اش بغيتي؟ اش بغيتي انت؟ انا عندي بزاف ديال المشاكل. عصابة تبعاني تكفصوا عليا فهمتيني، يعني غارق بالمشاكل. الفلوس ما عنديش دابا، عطاني شهر ترجع غنعطيهم لك. مرحبا. واش انت صاحبي ما كتعياش من هادشي؟ واش ما كتعياش؟ عندك ثلاثة الفيلات وثلاثة الطوموبيلات وثلاثة العيالات وثلاثة الكلاب، كل حاجة عندك منها ثلاثة. حنا ما لقيناش طابع ديال شي حاجة. شكون اللي قال لك انا عندي الفيلات؟ غادي تسلفني واحد 30 مليون. عندي دابا واحد لافي خارج لافي، هذاك الشيء اللي قوي طالعه نازله. والله على 30 مليون تحب لا تتبعني يا صاحبي. هذه زافي هذو خصك ديما تحل عقلك. غادي نشدوا الحوت السدير غنصيفطوه ميت غير جحي. يلا دير لي كاين شي حوت. ست شهور نرجع لك الفيزا ديالك. اش كتعهد عليا؟ علاش انا في زياد ما عنديش؟ غنمشي في حالاتك ياك وشهر ترجع نعطيك فلوسك. نحضروها. يلا دير لي سير على الله. يلا وصيت وضو وضو بحال الجرح ياك. خف عليك راسك وطلق مني انا، ما تبقاش على الضوض وتجي تطقطق عليا انا. صلي يسوم صلي في الدار وما تبقى تسالني. ما نبقى نتسالك انا وياك غنوليو من دابا كيت. يلا دير لي. غادي نشدوا الحوت السدير غنصيفطوه ميت غير جحي. شكون اللي حي انت ولا انا؟ غادي نشدوا الحوت السدير غنصيفطوه ميت غير جحي. سردين غادي يكون حي، هو الحي دابا غيولي ميت. وش كتعهد عليا علاش؟ وغنضحك مالي ممكن. تهلا عشيري. طلع عشيري. الرفيق بوبكر لابيل دو ستار رجع نهار اثنين في نفس التوقيت على شادي فهم جمعوك.